هذا الفيديو برعاية شركة الإيثار للاستثمار والتسويق العقاري في تركيا. ماذا لو صدم الأرض نيزك ماسي بسرعة الضوء؟ في الحقيقة لا شيء مادي يمكن أن يتحرك بسرعة الضوء في الفراغ والبالغ حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية سوى الضوء نفسه، فقط يمكن الاقتراب كثيرا جدا من تلك السرعة. فمهما قمت بدفع أي شيء بأي قوة لن تصل أبدا لسرعة الضوء، وربما يبدو هذا الأمر غريبا لكنها قواعد الكون المريبة. لكن كلما اقتربت أكثر من سرعة الضوء كلما اكتسب هذا الجسم قوة دفع وطاقة حركية أكبر، ولذلك سوف نبدأ ببناء افتراضنا أو تساؤلنا هنا انطلاقا من سرعات بطيئة تزداد كل مرة. ماذا لو كانت سرعة النيزك 72 كيلومترا في الثانية؟ هذه هي أقصى سرعة يمكن أن يصطدم بها جسم ينتمي للمجموعة الشمسية كوكب الأرض. زخة شهب الأسديات كمثال تضرب الأرض بتلك السرعة. على غير المعتقد وبشكل مريب أيضا، لا تؤثر سرعة الاصطدام على مدى العمق الذي سيحفره النيزك في سطح الأرض. هذا ما شرحه الفيزيائي نيوتن قديما بشكل عبقري فيما يعرف بتقدير نيوتن لعمق الاصطدامات للمقذوفات، والذي يحدد العمق الذي سيصل له المقذوف أو النيزك في حالتنا هو زخم حركته، والمرتبط أساسا بكتلته وكثافته بجانب السرعة. ومهما كانت السرعة لن يخترق أي جسم جسما آخر بنفس كثافته لأكثر من عمق مساو لارتفاعه. في حالة النيزك الماسي بتلك السرعة سيتسبب الاصطدام في انفجار عملاق يوازي أكبر قنبلة هيدروجينية تم إنتاجها مع حفرة في الأرض بقطر أكبر من كيلومترين، وكل هذا يمكن احتماله، لكن ما زال الأسوأ قادما لو حدث الاصطدام بسرعات أكبر. ماذا عن 3000 كيلومترا في الثانية أو 1/100 من سرعة الضوء؟ سيكون الأمر سيئا هذه المرة، وهذا لأن الهواء تحت ضغط هذه السرعة سيبدأ تفاعلات اندماجية بين جزيئاته، كما أن الحرارة الناتجة ستحول النيزك الماسي لكتلة متحركة من البلازما قبل وصوله للأرض، لكن هذا التحول لن يحدث فارقا لحظة الاصطدام، فكتلة البلازما لن تتشتت كما نتوقع، بل ستصدم الأرض في منطقة واحدة، وسيطلق الاصطدام ربما 1000 ضعف من أقوى انفجار نووي مدمرا المنطقة التي صدمها تماما ومخلفا حفرة عملاقة، لكنها ليست الأضخم في تاريخ الأرض. 99% من سرعة الضوء. عند تلك السرعة ستعجز قوانين نيوتن عن تفسير ما سيحدث، وستلعب نسبة أينشتاين لعبتها الخاصة. عند تلك السرعة ستصبح كل الروابط التي تربط جزيئات النيزك ببعضها عديمة القيمة، وسيصبح مجرد مجموعة من ذرات الكربون التي تتحرك بسرعة كافية لنلاحظ عليها مبدأ انكماش الطول لورنز كونتراكشن، مما سيؤدي لأن يصبح النيزك جسما مسطحا في اتجاه حركته أشبه بفطيرة، لكننا لن نستطيع رؤية هذا بالعين حسب نظرية الاستدارة لتوريل. سنظل نرى النيزك مستديرا، لكننا سنصبح قادرين على رؤية الجانب الآخر من النيزك أثناء مروره أمام ناظرينا. ستبلغ الطاقة التي تحملها ذرات الكون في النيزك حوالي 70 جيجا إلكترون فولت، وستكون سرعتها كبيرة لدرجة أنها لن تلتحم مباشرة بالهواء، لكنها ستعبر من خلالها أو تحتجزها بينها ليزداد حجم وكتلة النيزك أثناء الهبوط ليصل للأرض بكتلة أكبر عما بدأ به نيزك رحلته. عندما يصطدم النيزك سطح الأرض سيتفكك تماما على شكل مخروط مخترقا القشرة الأرضية، ولن تنطبق هنا معادلة نيوتن لقياس عمق الاصطدام، ذلك لأنه مع تلك السرعة ستعبر الجزيئات خلال بعضها مباشرة، لكن لن تذهب تلك الطاقة هباء، لكنها ستخلق حفرة عملاقة في قشرة الأرض كافية لتصل حتى الدثار المنصهر مانتل مولتن، وسيكون الانفجار بقوة تماثل تقريبا 50 نيزكا مثل الذي تسبب في انقراض الديناصورات، وسيتسبب بالتأكيد في انقراض الحياة على الأرض. ومن المثير دائما في الفيزياء أنه لا يوجد نهاية للاحتمالات، ولذلك سنزيد من سرعة النيزك قليلا مرة أخرى. 99.99999% من سرعة الضوء. عند تلك السرعة ستبلغ الطاقة التي يحملها كل جزء كربون في النيزك 25 تيرا إلكترون فولت، وعند مقارنتها بالجزيئات في مصادم الهيدرونات الكبيرة ستكون جزيئات النيزك أسرع قليلا، وربما سنستطيع رصد جسيم هيجز بوزون لحظة الارتطام. سيصدم النيزك الأرض بطاقة تماثل الطاقة الحركية للقمر،
وسيكون الانفجار من القوة ليسبب فجوة تصل لقلب الأرض وتقوم برج قشرة الأرض كاملة وربما تصهرها أيضا، وسيتسبب هذا بالتأكيد في انتهاء الحياة. 99.2159% من سرعة الضوء، هذه هي أقصى سرعة تم رصدها لجسيم له كتلة، وأطلق عليها اسم أوميكاد بارتيكل، وهو على الأرجح بروتون تم رصده عام 1991 مخترقا الغلاف الجوي فوق مدينة يوتاه. وعند مقارنة الطاقة التي يحملها هذا البروتون بأقوى جسيمات أنتجها مصادم الهيدرونات الكبير، سينتصر البروتون، ولا يعرف أحد كيف وصل هذا البروتون لتلك السرعة، لكن هذا يحدث عدة مرات كل عام، ويبدو أنهم يأتون من اتجاه نجوم ومجرات منفجرة، لكن وصولها للأرض محافظة على تلك السرعة ما زال لغزا غير مفهوم. الآن سنعطي نيزكنا الماسية الافتراضية سرعة هذا الجسيم. سيعجز برنامج ستريم الذي أحاكي عليه التجارب عن محاكاة تلك السرعة، لكن سنضع افتراضاتنا بناء على ملاحظاتنا لكيفية تساقط الأشعة الكونية على الأرض. سيقوم النيزك باختراق الغلاف الجوي دون أن نلاحظه قبل أن يختفي بداخل القشرة الأرضية، ثم سنبدأ سحابة من البلازما والإشعاع في التكون والنمو حيث اصطدم النيزك، حيث تتموج الطاقة خلال جسم الكوكب، وبعد مليمترات من الثانية ستتمدد سحابة مضيئة على الجانب الآخر من الكوكب. ستنتشر الجسيمات الناتجة عن هذا الاصطدام خلال كل الكوكب، وستزداد درجة حرارته كثيرا، وسيتوهج للحظات ربما بشكل أقوى من الشمس. أحد الاحتمالات تقول أن الصدمة ربما ستحرك الكوكب بأكمله من المدار، هذا لو تبقى كوكب أصلا، فالطاقة التي سيحملها الانفجار أقوى بعشرة آلاف ضعف طاقة الثقالة الأرضية Gravity Bending Energy، وسينفجر الكوكب في سحابة عملاقة من البلازما. سيتناثر الغبار والشظايا حتى يصل للشمس مع الموجات الانفجارية، والتي ستضرب سطحي المريخ والزهرة كذلك. وفي المستقبل البعيد سيقف عالم فلك في حضارة فضائية أخرى موجها تلسكوبه وأجهزة رصده تجاه مجرة درب التبانة، حينئذ سترصد الأجهزة وميضا شديدا واضطرابا وربما جسيمات متحركة بسرعة عاتية، وسيتساءل العالم أي حدث عنيف حدث على بعد مئات السنوات الضوئية أدى لهذا. إذا كنت تقدر الجهد المبذول في فيديوهات ماذا لو وتريد مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات، تستطيع دعم القناة مقابل مبلغ رمزي من خلال زر الانتساب والاستفادة من الكثير من المزايا الأخرى. دعمكم يزيدنا عزيمة على تقديم الأفضل.